حطيته في بريفن. عم اتفادى هذا الغريب من وين هلا بلا أل أل إيش شو بلا خمتة شو بدك كيف تجيك ما في؟ لا حبيبي سكرنا خلاص ما بقى ساع ما بقى ساع يا خي تعب بكرة ما بقى ساع ما أسألك شو طب يلا طب يلا من مرقك شرف شو ما في مصاري معك ما معك مصاري خلاص خلاص ما معه مصاري بك حش تبكي خلاص امرق من مرقك بس على شرط قبل ما توصل لعندي تمرق لعند منير إذا جاري عنده سوبر ماركت بيجيب لي غرضين وبمرقك أيد عندك شوية رز كيس عدس أرطانسيا أرطانسيا يا أهلا وسهلا شو جبت كل شيء؟ جبت كل شيء دخلنا شوينا بعدين ولا تطول بالك ولك دخلوا الدب القطبي أنا بموت فيك وبوردتك هلكني هالزبون خلصت؟ هولي كانوا حق الرزات خليني حاسبك بحق قرط الموز خلاص حمك هزبون خلصت؟ هولي كانوا حق العدسات خلينا نحاسبك هلا بحق السمنة والزبدة خلاص حسبتني بكل غرض بغرضه بقف بقف شوفتا ست ساعات عفر صاحبي أرطانسيا ما بينشبع منك بس تأخرت على ابني بالمدرسة لك روح درب تشد ما ترد روح روح بلا رجعة العمى ما أسألك هلك من عم هلا قبل شهرين ما رح أضرب ضربة جاب ليمونة السنة كلها بكون رجع هنا تفضل كيفك يا أرطانسيا؟ منيار خير يا منيار شوفي خير خير فاتورة 250 ألف ليرة 250 ألف ليرة عشو هالفاتورة؟ الشاب اللي طلع لعندي مرق علي وطلع شوية أغراض وقال لي تسجلهم على حسابي بقى قلت قبل ما سكر بجي بتحسب أنا وياك يا أرطانسيا خلاص خلاص لك يا منيار انت اي ساعة بتسكر؟ شي ربع ساعة بعد شي ربع ساعة؟ شي ربع ساعة يا عربي يا عربي